نحن في قرية ثلاثة يعقوب المنكوبة بالكامل، وهي تعتبر بؤرة الزلزال إلى جانب إيغيل، البؤرة الأساسية للزلزال، وتبعد 10 كيلومترات فقط من هذه النقطة. وصلنا للتو، الطريق إلى ثلاثة يعقوب كانت مغلقة، اليوم فتحت. هذا المشهد الذي يعني سترونه الآن في كاميرا هو مشهد هائل لهذا الدمار. هذه القرية دمرت بالكامل، ولا تزال يعني هنالك عمليات بحث أيضا عن أشخاص لا زالوا مفقودين في هذه البؤرة. سأسير مع الكاميرا لتشاهد هذه الصورة. هذه المباني دمرت والبيوت دمرت بالكامل من هنا وحتى آخر نقطة في قرية ثلاثة يعقوب. هذه فرق الإنقاذ تحاول الآن الوصول إلى أشخاص لا زالوا مفقودين، البحث جار عنهم. هذه واحدة من أكثر القرى التي دمرت بسبب هذا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوس في المغرب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.